مميزة والتي لها عشاق كثر. نتابع مشاهدينا الكرام مع حضراتكم هذا الشوط ونعود إلى المركز الأول في شوطنا السادس لنشاهد في هذه اللحظة الخدمة تقدمت وانطلقت على المركز الأول. خدمة لسمو الشيخ زايد بن المربع مكتوم المكتوم تقدمت الآن وصارت على القائمة الأولى بين محمد بن علي العويسي من يتابعها في عملية التضمير والمركز الثاني. نقل إلى المركز الثاني، المركز الثاني وصلت الآن التاريخ من تحتل المركز الثاني، تعود ملكية التاريخ لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد سعيد المكتوم عملية التضمير، والمتابعة سعيد بن محمد بن حزيم مضمر الذكريات ويعود إلى التاريخ. نشوف المركز الثالث، المركز الثالث هناك تقدم من تواجد الوجود لهذه اللحظة مشاهدينا الكرام من قبل براق اسمه الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، يضمر براق سعيد بن سالم الينيبي. والمركز الرابع هنا وصلت معياه من هجن العاصفة احتلت المركز الرابع، تعود عملية تضميرها إلى حمد بن راشد بن غدير. والمركز الخامس وصول من الكاسبية اسمه الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر سهيل بن مبارك بن مرخان من يتقدم في هذا اللقاء المشوق. أما المركز السادس فهذه اللحظات تصل الشاهينية لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد المكتوم، المركز الثاني هذه التاريخ اسمه الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم المضمر سعيد بن محمد بن حزيم مضمر الذكريات. أما المركز الثالث وصلنا إلى مسكة الهجن العاصفة والواثق حمد بن راشد بن غدير، كذلك الذيبة من هجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير. الله المستعان على هذه الأسامي القوية، الأسامي الرنانة، الأسامي الرنانة، الأسامي الفتاكة، لكنها في النهاية تقدم عروض مع هذه السلالات المعروفة المعروفة والمشهورة. نعود إلى المركز الأول، إنه صراع القوة، صراع التاريخ، صراع الذيبة على المركز الأول، وصراع التاريخ، صراع معياه. الله الله، انطلقت الذيبة، انطلقت التاريخ، وانطلقت كذلك معياه. ما شاء الله تبارك الله، أسامي قوية، أسامي رنانة، لكن التاريخ اسم مشاهدينا الأعزاء عشقه التاريخ، عشقه مضمر الذكريات سعيد بن محمد بن حزيم، لكن معياه. الله 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 الله، سلام سلام سلام، وين التحية؟ وين الناموس بين التاريخ وبين معياه؟ لكن الآن تصدرت معياه، عادت التاريخ، تبقى مشاهدين الأعزاء معياه لتغير هذا الشوط. معياه من هجن العاصفة غيرت واحتلت الصدارة الأولى لهذا الشوط، تأتي بمعية معياه مسكته، مسكته من هجن العاصفة. مشاهدين الأعزاء تقترب الآن من المراكز الأولى، تهانينا والناموس لهجن العاصفة على فوز معياه وعلى فوز مسكته بالمراكز الأولية. هذه لحظات وصول معياه إلى خط النهاية، تهانينا والناموس. المركز الثاني مسكته لهجن العاصفة، ثالث المراكز التاريخ لاسمه الشيخ سعيد بن حمدان ابراهيم سعيد مكتوم، الذيبة المركز الرابع لهجن العاصفة، والمركز الخامس لمعالي الشيخ محمد بن بطيان الحامة تصل فيه الغزية المشاهدين الكرام. كانت هذه النتيجة الحاضرة في تحديات هذا المساء بهذه المراكز وهذه الذي تقدمت من خلال تواجد معياه في الشوط وخطفت الناموس والانتصار بسبع دقائق 57 ثانية وتسعة من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن العاصفة، بينما المركز الثاني كانت مسكتة لهجن العاصفة سبع دقائق 58 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا كذلك مع الواثق حمد بن راشد بن غدير. والتاريخ في المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء كانت حاصلة على المركز الثالث، تهانينا اسمه الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، وتهانينا إلى المضمر سعيد بن محمد بن حزيم مضمر الذكريات بسبع دقائق 58 ثانية تسعة من الأجزاء من الثواني. مشاهدينا الكرام مستمعين